هذا قتل. بدنا نشكلهم على يعتبروا هي روح بني ادمين. اذا شفناهم وعرفنا خطاهم وين العالم؟ ما بتفيق، ما بتحضر، ما بتسمع، ما في اذن تفهم. الخطأ الطبي يكاد يصبح ظاهرة، وفي كتير عائلات عانت منها لأنه هناك حجم من الأخطاء الطبية يمارس عن عمد، معظمه طمع مالي، ونقابة الأطباء موقفها أقل بكثير من المطلوب. كل هيك برودة أعصاب أكنه خروف ومات. يعني هون في مثل بيقول إنه الميت بيروح مع ترابه. هون عنا في لبنان القانون ظالم، ما بيرحم، لو عنده رحمة ما بتصير على الأطلاق تلك. بعتذر منهم، يعني نحن عنا ثقة بنائبتنا. أنا بدعي كل الناس إنه يكون عندهم ثقة بأطبائهم، يكون عندهم ثقة بالقيمين على العمل الصحي بلبنان والعمل الطبي، إن كانت الجهات الرسمية بوزارة الصحة أو القضاء اللبناني. تتقدر تثبتي خطأ الطبيب بدك تقرير طبي يثبت أنه هذا الطبيب وقع في خطأ. نتيجة التضامن بين الحكمة والأطباء ما عم نقدر نستحصل في معظم الأحيان على تقارير تدين. أنا منش موافق على هالتفكير. النائبة الأطباء دورها مش لتغطي على الطبيب ولا تتكشف الطبيب. كل هالقد حياة الناس رخيصة،